السلام عليكم، معكم الشيف ياسر سموغي من قناة سمراء الفضائية ومطعم باري المصور. وجبتنا اليوم سلطة باستا، طيبة كتير. مكونات السلطة هي عنا معكونة بنين مسلوقة، عنا زيتون أسود، عنا طرشي خيار، عنا مايونيز، وعنا فلفلة ملونة، وعنا جبنة وطونة وبندورة، وعنا ليمون. نبلش فيها. أول شيء منحط المعكرونة مسلوقة، بعدين منحط الطون، أكلة كتير سهلة طيبة. حط الفليفلة كمان، نحط البندورة، نحط الزيتون، ومنحط الطرشي، ومنحط الجبنة. أي جبنة بيكون ياها، جبنة مازوريلا، جبنة بارميزان، حتى جبنة البيضة مشي حالها. ومنحط شوية بقدونس ناعم وشوية ليمون عصير ما مكتر. بالإضافة المكون الرئيسي بنحط مايونيز بنجيبه من السوق. أكلة كتير سهلة وطيبة، إن شاء الله تنال إعجابكم. أتمنى تجربوها. نسكبها. أكلة سهلة كتير طيبة. منزينها شوية جبنة مع شوية بقدونس. طبقنا جهز أعزائي المشاهدين قناة سمراء الفضائية ومطعم باري المنصور. إن شاء الله تنال إعجابكم. صحة وعافية. أي باستا بالطون والمايونيز.